السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجيال أندلس. كل جديد إن شاء الله عندنا، اشترك في القناة حتى أصل لك كل جديد إن شاء الله. عندنا النهاردة معلومات هتفيدك أوي 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 أوي. تابع الفيديو عشان تعرف إيه المعلومات دي. طبعا كلنا شايفين قدامنا دي إيه؟ قدامنا دي عيون، نصائح الحفاظ لسمة عينك. هنتابع في الفيديو مع بعض نصائح لعينك، هتعرف إزاي ما يبقاش فيه جفاف، هتعرف ازاي تعالج عينك لو في اي حاجه فيها. في عندنا اربع نصائح هنا للحفاظ على سلامه عينك، وعندنا ثلاث اشياء تجنب وضعها في عينك نهائيا، اهمها العدسات. عندنا نصائح حفاظ على عينك. المهم الفيديو ده شامل على كل حاجه تخص عينك وكل حاجه هتفيدك ان شاء الله. تابعونا بعد الفاصل. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك. اهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل. نصائح لتحافظ على عينك. ايه يا سيدي النصائح دي؟ قول خلي بالك وتابع معايا لاخر الفيديو، في حاجات كتير هتفيدك. اذا دخل جسم غريب في العين، لا تفرك عينك. هنقول بقى نعمل ايه؟ تقعد تجيب وتقعد تفرك عينك كده وتقعد تطلع عينك هتحمر. قصدي اخراجها منها، فإن الفرك قد يكون سبب في تثبيت ذلك الجسم فيها. ركز فيها، خلي بالك ما تفركش عينك أول ما حاجة تخش فيه. الأفضل إن أنت تقفل عينك شوية قليلين كده لغاية ما الدموع تنزل وهي هتطلع لوحدها. إذا احمرت الجفون بفعل الهواء والغبار فلا علاج لها سوى غسلها بماء مذاب به ملح الطعام. إزاي يا أستاذ ده؟ إزاي ده؟ ده كلام صعب قوي. هنجيب مية فيها ملح طعام وتدوبه وتغسل عينك بيه. طيب، ومن الخطأ التحليق طويلا بنور الشمس أو موقد نار أو نور الصباح، فذلك مضاعف للبصر، خلي بالك من دي. مهما تكون العينين سليمة وقوية فلابد من إراحتها من العمل كل بضع دقائق، وذلك بقفلها برهة شوية، يعني بعد كل شوية وشوية كده اقفل عينك أكنك بتعمل ريستارت للموبايل. إذا أردت أن تقوم بأي عمل يجب أن يكون النور آتيا من اليسار لا من اليمين ولا من أمام الوجه، من اليسار. تمام. لا تعمل القراءة في حالة المشي، يعني ما تحاولش تقرأ وانت بتمشي او في السكة الحديدية او في حالة استلقاء، يعني ما تقدرش تقرأ كده. عليك بتجنب الانتقال السريع من الحرارة الى البرودة او من الظلام الى النور. عليك بتجنب الانتقال، ما تتنقلش حتة حارة تروح برد بسرعة او من الظلمة للنور بسرعة او العكس. طبعا من كان معتادا على استعمال النظارات يجب نزعها كل برهة، يعني كل شوية، وقفل عينين لإراحتها. ركز شوية، دي نصائح. شوف بقى اللي جاي بقى. ما دلوقتي قدام عينكم اهي، ده العين. ربنا يا رب ما يعني يحميها لنا طول حياتنا ان شاء الله وما يحرمش حد منها. في عندي بقى نصائح مالهاش دعوه بالصوره، خلي بالكم، يعني الصوره واحده اوروبيه مش مصريه. اربع نصائح للحفاظ على سلامه عينك وتجنب فقدان الرؤيه. تمام. ايه هي بقى؟ استخدام موبايل واللابتوب وغيرها من الوسائل قد تؤدي الى جفاف العينين والاجهاد مما ينتج عنها فقدان البصر. ازاي؟ دايما ابنك في البيت، بنتك، اي طفل في البيت دايما معاه التابلت او معاه الموبايل، عينه ما بترمش او بيلعب لعبه معينه على الموبايل مركز قوي، في عينه بتجف في الموضوع ده. ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندي بولد سكاي، ان كل عام عدد كبير من الاشخاص يتعرضون لفقدان البصر، وبالتالي يصبح التفكير في حمايه العين من التلف امر بالغ الاهميه. لذا فمن الضروري اتباع بعض الخطوات عشان تقلل خطر التعرض لفقدان البصر. ضروري يا جماعه، عايزكم تنشروا الفيديو ده عشان الناس كلها تستفاد. في هذا الاطار في تقرير بيقدم نصائح بسيطه للحفاظ على صحه العين من فقدان البصر، لان اجهاد العين والجفاف يؤديان الى فقدان البصر. ايه هي النصائح؟ نشوف النصائح. اول حاجه، يوصى اطباء العيون باخذ استراحه من الاجهزه مثل الكمبيوتر واللابتوب والهاتف وما الى ذلك من اجل الحفاظ على صحه العينين، لان ذلك يسبب اجهاد وجفاف في العين ويمكن ان تؤدي الى فقدان البصر. يبقى اول حاجه نعمل ايه؟ ناخد راحه كده من الكمبيوتر يا جماعه واللابتوب ونوفر عنا شوية. التدخين ربنا يعفينا الحمد لله. شرب الكحول ربنا يا رب يعفينا خالص، لا يؤثر على الصحة العامة فقط لكنهما يؤثران سلبا على صحة العينين، ممكن أن يؤديان إلى ضمور بقعي أو إتلاف في العصب البصري. إيه تاني؟ الطعام الذي تتناوله قد يضر بصحة عينك. إزاي يعني؟ إزاي؟ هنشوف إزاي. إيه الطعام ده يعني؟ عيني بتاكل؟ لا، تجنب تناول الأكلات السريعة والأغذية المصنعة لأنها تضرب العيون. ومن الضروري الاكثار من تناول الفاكهه والخضروات التي تعد غنيه بالفيتامينات والمعادن وجيده للحفاظ على حمايه عينك من فقدان البصر.
ايه تاني؟ بعض الامراض مثل مرض السكر ربنا يعفينا، وارتفاع ضغط الدم ربنا برضو يعفينا، يمكن ان تكون وراثيه، وعندما لا يتم التحكم فيهما يسببان تلف في العين وحاله، وفي حاله وجود هذه الامراض بيبقى فيها تعب. يبقى في بعض الامراض زي مرض السكر وارتفاع ضغط الدم يمكن ان تكون وراثيه، وعندما لا يتم التحكم فيهما يسببان تلف شديد في العين، وربنا يا رب يحمينا كلتنا. وفي حاله وجود هذه الامراض في عائلتك يجب اجراء فحص العينين كل فتره، خلي بالك. يبقى دي كانت نصائح لحفاظ على سمعة عينك. اهي عينينا رب احمها لنا واجعلها دايما منوره لينا. نيجي بقى في ثلاث اشياء تتجنب وضعها في عينك، خلي بالك. اهمها العدسات المجهوله. العين من اكثر الاعضاء اهميه في جسم الانسان، ده شيء اكيد، لان من خلالها يتواصل الانسان مع جميع الاشياء المحيطه به، هي الابصار لينا. ولكن هناك بعض الاشياء فيها خطر على سلامة عينينا. في التقرير ده هنشوف الموقع الامريكي بيقول ايه. ان الدكتور بيقول بعض الاشياء التي لا يجب وضعها في العينين لانها تشكل خطر على صحة العينين، وتتضمن كالاتي. ايه هي التلات اشياء دول؟ استخدام قطرات العين التي تجعل العينين اكثر بياضا واشراقا. ليه يا سيدي بقى؟ لان هذه القطرات من الممكن ان تجعل العين حمراء يعني فيها ايه، متقنة يعني فيها احتقان بالدم، وخاصة بعد تعرض للتدخين وحمامات السباحة، وذلك نتيجة التمدد واتساع الأوعية الدموية الصغيرة في الجزء الأبيض من العين. وكما وجد برضو إن السبب وراء احتقان العين بالدم نتيجة عن القطرة اللي أنت بتحطها، لأنها بتعمل عن قباض، إن بتعمل إيه، قباض الأوعية الدموية، وده السبب اللي يجعل العين أكثر بياضة. عشان كده يا جماعة خلي بالكم من أول خطر، قطرات العين مصيبة. إيه تاني؟ استخدام مكياج العيون. ده بقى للستات بقى والبنات اللي هما دايما عندهم حاجات كتير بيستخدموها كمكياج للعيون. استخدام مكياج للعيون القديم ومنتهى الصلاحية ده مصيبة، مثل المسكارة اللي هو المسكارة قديمة فيجب رميها بعد 3 شهور من استخدامها، وأيضا ألم الكحل. ونتكلم عن الموضوع الكحل ده، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي كده كان بيستخدم الكحل يا جماعة، كحل مفيد جدا للعين، فيجب تنظيفه بعد كل استخدام، لأنها المكياج يكون أرض خصبة البكتيريا. تالت حاجة، يبقى دلوقتي المكياج رقم 2. تالت حاجة ارتداء العدسات اللاصقة الملونة التي يتم شراؤها من الأسواق ومكان غير آمن، لأنها تؤدي لإصابات العين، التهابات. عشان كده لازم تشتري عدسات تكون في مكان آمن أو من الطبيب المختص. تالت أشياء، يبقى دلوقتي تالت أشياء يتجنب وضعها في عينك نهائيا. تمام يا جماعة؟ نيجي بقى للجزء اللي بعد كده، نصائح عشان تحافظ على عين. انا عاوز احافظ على عين، اعمل ايه؟ انا قلت نصائح في الاول، في نصائح تانية. بسبب الجلوس لفترات طويلة امام شاشات الحاسوب او الكمبيوتر او اي شاشة رقمية لفترات طويلة ارهاقا وجفاف في العين، يجعل المزيد من الحذر مطلوب اذا كانت ظروف عملك او دراستك بتعرضك لكده. عند الجلوس امام الشاشات لفترة طويلة انخفض معدل الرمش الى النصف، هذا يسبب تأثير سلبي على العين ابرزها الجفاف. ينصح بشكل عام باتباع نمط 20-20-20. هذا يعني أن الحالة الأكثر صحة تفترض أن يجب النظر كل 20 دقيقة إلى مسافة تبعد 20 قدما على الأقل لمدة 20 ثانية على الأقل عند الجلوس أمام الشاشة. في هذا المقال هنشوف نصائح لحفاظ على صحة عينك. يبقى خلي بالك 20-20-20. إيه يا سيدي النصائح؟ أول حاجة احرص على ارتداء النظارات الشمسية اللي هو الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى إزاء العين. وإن تراكمت التأثيرات فإن العينين قد تصاب بمشكلات عديدة، منها الزرق أو احتراق القرنية وحتى سرطان الجفن، ربنا يعافيكم. ينصح بارتداء النظارة الشمسية حتى في الأجواء الغائمة، خاصة خلال القيادة. التلج والماء والرمال بتعكس حرارة الشمس فوق البنفسجية، يجب ارتداء النظارة الشمسية. عشان كده عند اختيار النظارة أو العدسات الطبية يجب الحرص أن تكون واقية من 100% أو 99% من النوعين ألف وباء من الأشعة فوق البنفسجية، وليس بالضرورة أن تكون غالية السمع. بعد كده هنعمل إيه بقى؟ هنعمل ارتداء نظارات الأمان. يبقى الوقت احنا خلاص النظارات الشمسية قلناها. نظرات الأمان عند القيام بالمهام العملية تطلب ارتداء نظرات الأمان، وعند ممارسة نشاطات رياضية أيضا ينصح باستخدام نظارة الأمان في المنزل عند ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى تطاير جزيئات صغيرة أو رشق مواد كيماوية مؤذية. زي ما احنا بنشوف مثلا بتوع اللحام مثلا بيلبسوا نظارات سوداء عشان تحميهم من الشظايا اللي بتطلع منها. إيه تاني بقى؟ الأطعمة المفيدة زي ما احنا قلناها في الأول بتساعد تحسين الدورة الدموية وبتعد مفيدة للعينين والبصر أيضا، وينصح بتناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والحمضيات والحبوب الكاملة، ويشير أن أطعمة تحتوي على الزنك، منها البازلاء، الفستق، اللحوم، الدجاج،
تساعد على تحسين المقاومه للعينين للتلف. الجزر مفيد جدا للبصر، حتى اقول لك جزر يقوي البصر، احنا كنا متعودين دايما واحنا صغيرين كده. لما يحتوي الفيتامين ألف وتتضمن مواد غذائيه اخرى تعد مفيده للعينين، ما يحتوي على ماده البيتا اي كاروتين، والتي تتواجد في العديد من الفواكه والخضروات ذات اللون الاصفر او البرتقالي. واللوتين برضو، واللوتين برضو تتواجد في الخضروات ذات الاوراق الخضراء. تمام، دي برضو بعض الاكلات المفيده اللي بتفيد الجسم وبتفيد اصلا العينين. لا تهمل عينك اذا شعرت باي حكه او احمرار في عينك، استخدم كمالات برد. ثانيه، ان كنت تشعر بان في حاجه دخلت في عينيك، حبات من الرمل بتشطفها بالماء زي ما احتفلنا، ممكن ماء بملح، استمرت اعراض الحكه والاحمرار في عينك، او بتشعر بالم كبير او انتفاخ او حساسيه للضوء او في افرازات، يجب اللجوء الى طبيب العيون مباشره. مستشر الطبيب اذا كنت ترى بقع متطايره سوداء او غامقه اللون او مضاده من الضوء او تشعر باي اختلاف في البصر. دي كانت حاجات عشان تقدر تحمي عينك بيها. طب حافظ على العدسات اللاصقه ازاي؟ احرص على غسل يدك جيدا قبل استخدام العدسات، ما تستخدمش اي غسولات او قطرات غير تلك التي يصفها لك الطبيب. يجب عدم وضع اي عدسات لاصقه اثناء السباحه او التعامل مع مواد التنظيف مثل المبيضات. عدم ترك العدسات اللاصقه اليوميه على العينين اثناء النوم، اوعى حتى فتره القيلوله، اوعى شيلها. وضع العدسات خلال الاوقات التي يجب ان يحدد الطبيب لك دون زياده او نقصان، يعني ما خلي بالك. تخلص من مسحي تجميل العينين. مسحي التجميل اللي توضع على العيون خصوصا منتهيه الصلاحيه بتعمل بيئه جيده للبكتيريا، وده غلط عليك ايا كان بتحصل. يعني يجب الانتباه، يجب التخلص من مواد التجميل خاصه بالعينين بعد 3 شهور من استخدامها، اما ان ثبات مساحيق التجميل التهابات يعني كتير جدا في العين، ويجب التخلص منها على الفور. من المهم الامتناع جدا عن مشاركه مواد التجميل خاصه بالعين مع اي احد. اخر حاجه برضو، بتراجع طبيبك بانتظام حتى وان لم تكن لديك اي مشكله، راجع طبيبك بحيث تبقى دوريه، يعني شيك اب دايما على جسمك، يعني بحد المواعيد والفحوصات وبناء عليه من فتره لفتره بتبقى عارف وبتشوف اصابات السكر برضو بتعالجها وارتفاع ضغط الدم، خلي بالك منه كل ده. وخلي بالك ابوك بيشرب سجاير، اخوك بيشرب سجاير، انت بتشربي سجاير، غيرك بيشرب سجاير، بتاع عن التدخين، لانه بيؤدي الى جفاف العين وتلف الشبكيه وفقدان البصر. ده كان بحث شامل وحاجات كتير انا جبتها ودورت عليها علشان العينين مهمه جدا يا جماعه. دي نصائح عشان تحافظ على عينك، وعندنا 3 اشياء تجنب وضعها على عينك، تحطهاش على عينك، وحاجات كتيره جدا عشان تحافظ على سلامه عينك. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال هندسه، اتمنى لكم دايما الحفاظ والامان، ويا رب دايما نشوفكم في احسن صحه واحسن حال. اشترك في القناه حتى يصل لك كل جديد، ما تنساش تفعل الجرس، ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ان شاء الله يعجبك، وما تنساش تشير او تعمل شير للفيديو حتى تعم الفائده. اي ملحوظات، اي حاجه تحت امركم. معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.